جوهرة اف ام. شفت خباز بلو جيري مرحبا وين قاش عندك باب جديد؟ عندي باب جديد تو عندي حكايه فانتوم خلي عني بيه ولا شنو فرق تو كل رمضان كل عام انت موجود كل عام وبركته يا بس ربي يعطينا بركته يا خويا ربي يعطينا بركته وان شاء الله ربي يحرك سبابها اي وش عندك انت؟ عندي شويه مبسس عندي شويه قمع عندي شويه شعير عندي شويه باندوليب شويه رغيف مصري شويه بريك شوية طايا اسمه خبز عربي امريك الامور الامريك الحمد لله يا رب تونسي شنو اكثر حاجه في الخبز يشريها تونسي ياخذ بس تونسي مو تعلم بس تونسي في رمضان في رمضان هاو عاد الشهوة سبحان الله بشر اشتهى راهو راهو كله ليا راهو بشر العربي كله ليا يشتهي كل شيء يشتهي كل شيء والخبز كبير شنو خبز كبير عندنا العربي اسمع شوي عندنا خبز عربي تاع سيف الزرتي هذا خبز عربي عربي عارف ترمى على القاع صلى على النبي وعندنا خبز النوار وعندنا خبز هذا يسموه عجين الطليان هذا فهمتني والحمد لله وربي يحرك سبابه برا هذا المعلم هذا اسمع ربي فيك عاجبك الله فيك شنو رمك عندك 10 سنين حق قليل انت تو برشا انا سي ربي تو غبنا نشد الحكايه غبنا نشد قبل كيما تو رمضان في الخبز ولا التونسي ولا لا لا شيء ولا يتشق من برشا التونسي يحب لهم بس يدلش ولا شنو الحاجات اللي تطلعوا في الخبز شنو تو فما مرتان كومباني هذاك هذاك نتاع سي لسعد هذاك فما القمع زاد ذاك زاد باهي زاد كيف والمبس هذاك على الكل هذاك بس مقبل لا مقبل بس اي بس ما تبدلش بس ديما هذاك هو باهي بس ولا توسي يبدل برشا في رمضان يبدل برشا يا اخو برشا اعطيه الزحمه وسيبه ايش اعطيه الزحمه كل شيء خصوصا في 10 كل عام تحيي بخير زورونا كل سنه مره ما يسالش كل زورونا كل عام مره جوهر اف ام